رمضان كريم وحلقة جديدة ومن أول الطريق. النهاردة هنكمل قصة التاكسي، بس بعد ما اتطور قصة التاكسي في الحلقة اللي فاتت في العالم كله، النهاردة هنحكي من أول ما ظهر التاكسي في مصر. عام 1900 ظهر التاكسي في مصر، وكان بيشتغل بسلندر واحد وبالبطارية، وكانت عربيات محدودة قوي. عام 1907 وفي نفس التاريخ ده اللي ظهرت سيارات الأجرة فيه في نيويورك، ظهر التاكسي في مصر بعدد أكبر بكتير من اللي كان موجود فيه عام 1900. ظهروا 8 عربيات. قبل التاريخ ده كانت عربيات الأجرة في مصر عبارة عن العربيات اللي بيجرها الخيول والحيوانات، يعني العربيات الكارو زي بقية العالم كله. فكانت الناس دي بتقف دايما عند الأبر، فلما جم الثمان عربيات دول عام 1907 يعملوا موقف للتاكسي، عملوه في ميدان الأبر. وكان الهدف من التاكسي في الفترة دي للناس الأغنياء، ينزل يلف لفة حلوة، يتمشى ويتمنظر على أصحابه الأغنياء، يقولوا قابلني بكرة في ميدان الأبر ناخد لفة ونتفرج على جمال الطبيعة في البلد. وكان الهدف من التاكسي في الفترة دي هو ده بس، لحد ما جه 3 أجانب، ميشو وشارل وكاموني، يا رب أكون قلت أسمائهم صح. التلاتة دول قرروا أنهم يعملوا شركة ويكبروا عدد العربيات عشان توصل 30 عربية. الكلام ده كان سنة كام بقى؟ كان سنة 1919. اللي كان بيصرف على عربيات الأجرة كانت بلدية القاهرة، ودي كانت الجهة المسؤولة عن تسعير قيمة عربيات الأجرة في مصر، وكانت التسعيرة بتتحدد من ميدان الأوبرا لأي مكان تاني، يعني من ميدان الأوبرا للعباسية، من ميدان الأوبرا للهرم، على حسب الأماكن اللي بيتحرك فيها سيارات الأجرة. الفترة دي كانت صعبة جدا على العربيات الكارو أو العربيات اللي بتجرها حيوانات، كانوا مستغربين قوي إن الموضوع ده هيتطور وياخد مكانهم بشكل كبير قوي، وبدأ يحصل صراعات كبيرة بين العربيات وبين الناس اللي كانت متعودة تنقل على مدار السنين بالعربيات اللي بتجرها الحيوانات، خصوصا إن قصة العربيات اللي كانت بتجرها الحيوانات دي ليها قصة لطيفة قوي وفكرتوني بيها فتعالوا أحكيها لكم. فاكرين فيلم بين القصرين؟ فاكرين السوارس خبطتني يا سي السيد؟ سوارس ده طلع راجل، هو اللي كان عامل موقف العربيات دي في الحتة دي في ميدان الأوبرا، وكان اسمه سوارس، وكان بيجمع العربيات اللي بتجرها الحيوانات وهو اللي مسؤول عنها، كانت هي دي العربيات اللي بتنقل الناس يعني. فلما حصل الإفيه الجميل ده في فيلم بين القصرين، ما كانش حد واخد باله السوارس خبطتني، فكنا فاكرين ان الحصنة اسمها سوارس، لكن طلع الراجل صاحب الشركة اللي بتأجر العربيات دي هو اللي اسمه سوارس. في الفترة دي برضو ظهرت واحدة ست اسمها زينب هانم. زينب هانم دي قالت لك الله، هي الستات هتركب مع الرجاله في العربيات كده؟ فراحت عامله مشروع عربيات اجره اسمه زينب هانم، بس للستات بس. برضو العربيات دي كانت بتقف في ميدان الأبر جنب عربيات سوارس. كل ده كانت الفتره دي لسه العربيات ما ظهرتش، كانت العربيات اللي بتجرها الحيوانات هي اللي مسيطره في الفتره دي على نقل الناس. في التطور اللي بيتم ده، وبعد ما العربيات ظهرت وبقت موجوده وبدات يحصل فيها تطور، كان مهم جدا يتحط تسعيره، وبلديه القاهره هي اللي كانت مسؤوله عن التسعير، فقرروا انهم يعملوا عداد. راح جاي راجل ايطالي لطيف كده عمل حدوته حلوه، راح عامل عداد قال هو ده اللي هيأدي التسعيرة بناء على تحرك العربية من نقطة لنقطة. نسيب الراجل ده في حاله؟ لا، فحاولت الناس تسيطر على الراجل ده على مدار السنين عشان يغير شوية من مبادئه ويحاولوا انهم يلعبوا في العداد، لكن الراجل كان رافض تماما وقال انا مش هعمل كده، لحد ما اتطورت التاكسي واتطور شكل العداد وظهرت في سنين مختلفة، وقدرت عربيات كتير تسيطر على مدار السنين على سوق التاكسي، يعني عربيات الأجرة المشهورة في مصر. لو رجعنا لفترة الستينات هنلاقي الألف ومية كانت مسيطرة، وبعدها العربية الألف وتمنمية، وفي فترة السبعينات بدأت تخش التمانية وعشرين، وفي 73 ظهرت عندنا التمانية وعشرين والفيات الألف وتلتمية، واتطور سوق التاكسي جدا من الخمسينات للستينات للسبعينات لحد ما وصلنا لحد وقتنا دلوقتي، والتاكسي موجود وحاجة أساسية. بس خلينا فاكرين ان احنا عام 1900 كان عندنا عربيات التاكسي قبل اي حد بسبع سنين. خلصت حلقة النهاردة، استنوني في حلقة جديدة من اول الطريق. رمضان كريم.